وايد في كلمة ترددينها أنا محاربة، أنا يحاربوني، أنا مستهدفة، وخصوصا بالكويت. من اللي قاعد يحاربك؟ شيء طبيعي، هذا الشجرة المثمرة لازم. فأقدر أقول إنه ما في مكان ما حد يحارب أحد. تحددت الكويت تحديدا إنه في محاربة، وهذا اللي خلاك أغلب أعمالك الأخيرة كلها خارج الكويت. تقدر تقول هني الفترة اللي فاتت زاد الضغط علي. أوكي. يعني إنه ليش ما أعطينها هالحجم؟ برا يقدروني كفنانة لأن عندي موهبة معينة. نعم. هني لأن كثرة الفنانات وفي محسوبيات. في واسطات، وفي كل واحدة تضبط رفيجتها، في كل واحدة تقول لي أنا ما أشتغل مع فلانة وفلنتانة. يعني مو طبعا ما بيعم على الوسط كله كامل، لأن أنا وايد اشتغلت هنا مسلسلات. يعني أنت قاعد تكلمين على الشلالية الموجودة، الشلالية اللي الفترة اللي فاتت الحين